قد تسلبنا الأقدار جمال الحياة، قد تجعلنا نمشي على الشوك، قد تجعلنا نكبت مشاعرنا، قد تلهينا هنا وهناك في خضم هذا وذاك، يرسل لنا الرحمن نسمات الرحمة، آية تعيد فينا نفحات الإيمان، عزيز يخفف علينا جور الأيام، صديق يواسي فينا مشاعر الخذلان. رسالة أو عبارة عابرة، لكننا نجدها قد كتبت لنا بعناية. أخت تجعل الفرح يكبر في دواخلنا. أخ بين يديه نشعر بالعزة والعظمة. أب يشعرك بأنك العالم ولا أحد سواك. أم نظراتها تزرع الأمل وتطرد رياح الخيبة. كل ذلك وغيره يجعلنا نعيد الحسابات، لنوقن أن كلنا عابرون وإلى الله راجعون، وأن الحياة لحظات لا بد أن تعاش بحلوها ومرها. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين.